شوف طالما موجودين مع حضرتك يبقى كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا يا رب. هنتكلم النهارده ان شاء الله على موضوع النيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس. هو دايليما المفروض انها نحلها شويه مع بعض. هنعمل انترودكشن صغير كده عن البوليوريا. يعني ايه بوليوريا في الاطفال؟ البوليوريا التعريف بتاعها هي 2 ملي بير سكوير متر بير داي في الشيلدرن، في الادلتس بتبقى 3. طبعا كلنا عارفين بنحسب البودي سيرفيس اريا بكذا طريقه، في طبعا الطريقه اللي هي كذا طريقه موجوده، لكن في طريقه سهله كده حتى بيت سايد على طول بسرعه من غير ما تلجا لحاجه، اللي هي 4 في البودي ويت زائد 7 على البودي ويت زائد 90. دي طريقه سهله وتقريبا قريبه جدا واكيوريت ونستعملها كتير. برضو شورت هنت او هنت صغير كده عن الكوزز اوف بوليوريا. ممكن يكون عندنا البوليوريا يا اما انكريز في فلويد انتيك او انكريز في اليورينري سوليوت اكسكريشن او امبيرد يورينري كونسنتريشنز. طبعا مش ده موضوعنا ان احنا نتكلم على الكوز اوف بوليوريا، لكن لازم ندي بس ايه مقدمه صغيره عليه. انكريز دي فلويد انتيك زي ما حضراتكم شايفين ده اللي هو الكومبالسيف ووتر درينكينج، او كنا بنسميها دلوقتي الاسم الاساسي دلوقتي برايمري بوليديبسيا. انكريز دي يورينري سوليوت اكسكريشن سواء اوزموتيك او سواء سولت لوس. الاوزموتيك ده سواء دايابيتس او المانيتول تريتمنت، والسولت زي الادرينال انسفشنسي اند اي اذر كوز. انا تراي ان انا تو بي رابيد عشان الحاجات الاساسيه اللي عايزين نتكلم عليها. الامبيرد يورينري اكسكريشن او سوري امبيرد يورينري كونسنتريشنز زي في حالات الانسفشنت انتي دايلوت هرموتيك سكريشن، وده دايابيتس انسيبيدس، وده يا اما سنترال اور نيفروجينيك. والموضوع بتاعنا اللي هنتكلم عليه النهارده اللي هو النيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. في رينال ديس اوردرز زي الار تي اي البارتر اند جيتلمان سندروم. ده موضوعنا النهارده اللي هو النيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. الجزء اللي هو اللي حضراتكم شايفينه ده بس عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. تقريبا احنا بيحصل فلتريشن لحوالي 180 لتر من البلازما بير داي. 80% من الووتر اللي موجود فيه بيبقى ري ابزوربد في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيولز عن طريق ووتر تشانلز اسمها الاكوا برين 1. بعد كده اللوب اوف هين اللي حضراتكم شايفينه هنا، في عندنا جزء كبير ان الثيك اسندنج لامب اوف ذا لوب اوف هينل از امبرميبل تو ووتر، وبالتالي ما بيعملش نفاذيه للووتر، لكن بيطلع منه الصوديوم، وبالتالي يبقى في المظله في صوديوم كتير ويحصل عندي حاجه اسمها مدلري هايبرتونيسيتي. مع المدلري هايبرتونيسيتي دي الجزء اللي هو الثيك ثين بارت اوف ذا لوب اوف هينل بيحصل مع المدلري هايبرتونيسيتي ري ابزوربشن للووتر. كمان المدلري هايبرتونيستي بتساعد الابزوربشن اوف ووتر من الكولكتنج داكت، بس ده تحت الافكت اوف انتي دايوريتيك هرمون عن طريق ووتر تشانل اسمها انت اكوا بورين 2. يبقى في هنا اكوا بورين 1 وفي هنا اكوا بورين 2. الفكره كلها احنا عايزين نشوف الميكانيزم ازاي الانتي دايوريتيك هرمون بيشتغل على المنطقه دي، وده اللي هيحدد لي بقى النيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس بيشتغل ازاي. زي ما حضراتكم شايفين كده ده اللي هي الكولكتنج داكت برينسيبال سيل. في هنا اليومن اللي بينزل فيه اليورين عند الابيكال ميمبرين، وهنا البيزولاترال ميمبرين اللي هو ناحيه البلد. احنا عايزين نشوف الووتر اللي موجود في اليومن هنا اللي كان نازل از يورين ازاي يحصل له ابزوربشن ويدخل في البلد مره ثانيه. اول حاجه بتحصل احنا عندنا ادي الارجينين فازوبريسين او الانتي دايوريتيك هرمون اللي موجود في السيركيوليشن. ده لما بيحصل له بيمسك مع الريسبتور بتاعه اللي هو الار 2 اللي موجود على البيزولاترال ميمبرين، بيحول الاي تي بي الى سايكليك اي ام بي، والسايكليك اي ام بي عن طريق البروتين فوسفوكاينيز اي بيحصل له فوسفوريليشن، وده بيعمل اكتيفيشن للاكوا برين 2 ريسبتورز اللي هي اوريدي موجوده انسايد ذا سيل، ودي بيحصل لها بعد كده migration وتحصل لها تبقى embedded in the apical membrane and lead to passage of water from the apical membrane to the inside the cell and through other water channels aquabrine 3 and aquabrine 4 the water passes to the blood. After this receptor or these water channels do its action
بيحصل لها حاجة من اتنين، بيحصل لها re-internalization inside the cell، حاجة من اتنين، يا إما تبقى reused again أو يحصل لها lysosomal degradation. يبقى احنا كده عرفنا ايه هو الاكشن بتاع الانتيدوريتيك هرمون وماشي ازاي. عايزين نعرف الـ يعني ايه diabetes insipidus. diabetes insipidus هنشوف كده، ده الرسمة اللي كانت موجودة قبل كده. لو احنا بصينا على الحاجات كده، الديابيتس انسيبيدس يزر انه يكون سنترال، والسنترال ده ممكن يبقى جينيتك او اكوارد، وده معناه deficiency of the antidiuretic hormone secretion، او انه ممكن يكون نيفروجينيك، والنيفروجينيك ده معناها ان الانتيدوريتيك هرمون موجود لكن مفيش ريسبونس في السيل. والريسبونس نيفروجينيك ديابيتس انسيبيدس ده ممكن يكون جينيتك اور اكوايرد. جينيتك ده اشهر واحد فيهم الاكس لينكد، وده بيبقى either complete or partial defect in the arginine vasopressin receptor 2، او انه يكون autosomal dominant او autosomal recessive، وده موجود على الكروموزوم 12، وده بيكون الديفكت موجود في الاكوابورين 2 channel either inside the cell or during trafficking or migration from inside cell to the apical membrane. فاحنا كده عرفنا ان النيفروجينيك يا اما جينيتك يا اما اكوايرد، والجينيتك ده هيبقى اشهر واحد فيهم اللي هو الاكس لينكد. طب الاكوايرد هو غالبا التاثير بيكون على الاكوابورين 2 سواء انسايد ذا سيل اور ديورينج اتس مايجريشن، ودي ليها اسباب هنبقى ننوه عنها بعد كده. فاحنا كده وصلنا للباسو او الايتيولوجي اللي احنا شفناه بعد ما عرفنا الاكشن بتاع الانتيدوريتيك هرمون بيمشي ازاي. فده تلخيص للي احنا قلناه، وده سام ايتيولوجيز اللي احنا بنقول عليها، لكن احنا بنتكلم على اكتر واحد نيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس اللي هو الجينيتك اللي هو الاكس لينكد ديفكت. طبعا كلنا الكلينيكال فيتشرز بتاعه الاكتر نوع اللي هو البرايمري او الاكس لينكد نيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس، ده المانيفيستيشنز بتاعته. بس في نقطه مهمه جدا، احنا اي طفل بيبقى عنده بوليوريا في مرحله الانفانسي دايما نقول ايه، ان انتي نيتال خد بالك بيكون فيه بوليهيدرامنوز، زي في حالات مثلا الار تي اي، زي في حالات البارتر، زي في، لكن في النيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس الكلو ده مش موجود، لان غالبا الاطفال دول بريزنتد في الانفانسي، وغالبا ما بقاش معاهم الهيستوري لا برينيتال سيمتومز ولا هيستوري اوف بوليهيدرامنوز. ودي نقطه يعني بتبقى ساعات تفرق معانا، ان تيوبلر ديس اوردر ممكن كلو فور دايجنوزيس بالنسبه لنا. طبعا مع البوليوريا والبوليديبسيا والاتاكس اوف هايبر ناتريميك ديهيدريشن، وطبعا كلنا عارفين الابيزودز اوف ديهيدريشن فيفر او البايريكس اللي موجوده، والفولترنج جروث او الفيلير تو ثرايف، لان الاطفال دول كل همهم يشربوا ميه، ما بياكلش، هو عايز يشرب ميه عشان يعوض الميه اللي بيفقد. برضه ده بيؤدي الى ديفلوبمنتال ديلي وليرنينج ديسابيلتيز. من كتر ما في عندنا فوليوم او بوليوريا فبيحصل دايليتيشن اوف ذا رينال سيستم، فبيحصل عندنا ميجا يوريتر اند ميجا سيست. الفيميلز بريزنت ات ليتر انج، وغالبا ممكن تبقى عندها القصه بتبقى مايلد، او انها ممكن تبقى اسيمبتوماتيك على اساس انها اكس لينكد ريسيسيف. طيب الانفستيجيشنز بتاعتنا كلنا هنعمل انفستيجيشنز العاديه، لكن احنا هندقق على الحاجات اللي هنشخص بيها. طبعا كلنا هنعمل سي بي سي، لايتس، كيدني فانكشن، ليفر فانكشن، اي بي جي، بلاد جلوكوز، وات ايفر، الحاجات دي كلها، لكن احنا عايزين ندقق على الحاجات الاساسيه. احنا عندنا الحاجات بتاعتنا يوريناليسيز، يورين سبيسيفيك جرافيتي، بيرد يورين اند بلازما اوزمولاريتي. واحنا عندنا في البراكتس بتحصل مشاكل كتير. ايه المشاكل اللي بتحصل؟ ان احنا ممكن واحد يعمل النهارده اوزمولاريتي في يوم بتاعه اليورين والبلازما فيو، ما ينفعش، لازم تكون ات ذا سيم تايم، يبقى انا باخد العينتين في نفس الوقت عشان احكم على الموضوع. طيب احنا بقى هنمشي ازاي؟ لو احنا عملنا سيرم اوزمولاريتي واليورين اوزمولاريتي واليورين سبيسيفيك جرافيتي، الناحيه اللي لونها احمر الناحيه الثانيه دي، الرقم ده سهل جدا. يعني لو لقينا سيرم اوزمولاريتي مور ذان 300 ملي اوزمول بير كيج، اليورين اوزمولاريتي ليس ذان 300 ملي اوزمول بير كيج، يونس سبيسيفيك جرافيتي لزين 1005، معنى كده ان انت دايبيتس انسيبيدس بنسبه 99.9%. طيب افرض ان احنا لقينا الناحيه اللي هي لونها اخضر دي، ان السيرم اوزمولاريتي اقل من 270، اليورين اوزمولاريتي اكتر من 600، اليونس سبيسيفيك جرافيتي اكتر من 1010، دي اي از انلايكلي تو بي يور دايجنوزيس. امال الدايليما بتيجي فين بقى؟ الدايليما بتيجي لما بيبقى القصه اللي احنا شايفينها تحت دي، اللي هو ان الاوزمولاريتي بتبقى
اكتر من 270 بس ايه اقل من 300، واليورال اوزمولاريتي اقل من 300. فالاريا الجراي دي هي اللي عامله المشكله، دي اللي احنا بنلجا ليها نشتغل فيها ازاي بقى. فاحنا لو لقينا الدايليما اللي فوق دي اللي هي القصه ان السيرم اوزمولاريتي اكتر من 270 واقل من 300، هنبدا نعمل الووتر ديبريفيشن تيست، وده طبعا عليه ديبيت كتير جدا ازاي تعمله وامتى توقفه، هنقول تاتش عليه صغير دلوقتي. لما نعمل الووتر ديبريفيشن تيست ولقينا ان اليورين احنا بنتابع بقى بنشوف مينلي اللي هو انكريز في اليورين اوزمولاريتي حصل فيها ايه. لو لقينا اليورين اوزمولاريتي بتاعتنا انكريزد اب تو 500 معناها ان السيرم والسيرم اوزمولاريتي بتاعتي نورمال، فغالبا ده اللي هو السايكوجينيك بوليديبسي او اللي احنا بنسميها دلوقتي البرايمري بوليديبسي. طيب افرض ان عملنا الووتر ديبريفيشن تيست ولسه اليورين اوزمولاريتي ستيل لو والسيرم اوزمولاريتي انكريزد وصلت من 295 ل 300، في الحاله دي يبقى انا غالبا انا ده كده دي اي. طب الدي اي ده سنترال ولا بريفرال؟ هنعمل بقى الديزموبريسين تيست. ديزموبريسين تيست برضه هنعمل انت ظاهر عليه بعد شويه، هنشوفه لو العيان ده ما حصلش فيه اي ريسبونس خالص في اليورين اوزمولاريتي يبقى ده النيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس. لو حصل فيه انكريز في اليورين اوزمولاريتي 100% ده بيحصل في الكومبليت فورم اوف سنترال دايبيتس انسيبيدس، لكن المشكله كلها في البارشال فورم اللي هي بيحصل 50% ريسبونس سواء في السنترال او 50% ريسبونس في النيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس. وعلى فكره البارشال فورم ده هو اللي بيعمل لنا المشكله الكبيره، انت عارف ان هو بنسبه كبيره ده نيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس، وبالرغم من كده تلاقي ناس بتدي مين اللي هو الحاجات المينيرين والاوميجا بريس والحاجات اللي موجوده في السوق دي، يقول لك ده نيفروجينيك بتديه ازاي؟ بنقعد نزود الدوزز لغايه ما يحصل ريسبونس او ما يحصلش بقى خالص، يبقى احنا فقدنا القصه. يعني عشان كده في ناس بتستغرب ان انت لما انت مشخصه دي اي بتديه ليه بقى اللي هو ممكن يكون ان هو ايه النيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس البارشال ايه فورم ويستجيب لهاي دوزز اوف انتي دايوريتيك هرمون. طيب ده اللي هو الجزء بتاع مين الووتر ديبريفيشن تيست. احنا بس عايز الاهم حاجه في الموضوع ان احنا ان العيان ده لازم تبقى انفورم اللاب قبل ما تعمل حاجتك عشان ما تسحبش العينات وتبوظ ويقول لك انت عملت ده وعملت، لازم اقول ان اللاب انا هعمل كذا وكذا ونرتب مع بعض في اليوم الثاني علشان نبدا نشتغل مع بعض. الحاجه الثانيه المهمه ان احنا احنا بنتابع الويت من اليورين اوزمولاريتي البلاد اوزمولاريتي واليورين فوليوم بتاعنا. اهم ما في الموضوع اللي هو النقطه الاخرانيه دي اللي هي اند ذا تيست لو في ويت لوس مور ذان 5% او السيرستن سيسيشن بيكمز انتولرابل في الطفل ده. طيب احنا الديزموبريسين تيست انت بتديه على فكره باي طريقه، انترانيزال سابكوتينياس كل الطرق وارده، حتى ايفن انترا ماسكولار او انترا فينوس بدوزز مختلفه، لكن مونيتور الفلويد كونسامشن عشان ما يحصلش معانا بوتنشال هايبوناتريميا في الاطفال دول. ده اكزامبل اللي احنا بنتابع ايه في اللي هو الووتر ديبريفيشن تيست سواء اليورين اوزمولاريتي السيرم اوزمولاريتي والسيرم صوديوم، وبعد كده لما بنعمل الديزموبريسين تيست بنشوف ايه بعد كده. واضح ان الديزموبريسين عندنا تيست فيه مشكله والووتر ديبريفيشن تيست فيه مشكله. في حاجه جديده طالعه اسمها كوبيبتين. كوبيبتين لسه مش وايدلي يوزد ولا هو بيستعمل على نطاق واسع، لكن هيبقى ذات قيمه. هو احنا ليه ما بنقيسش الانتي دايوريتيك هرمون نفسه؟ هو في مشكله تكنيكال في ان احنا نقيسه، لانه هو انستيبل، يعني المفروض لما تسحبه بتقيسه على طول ما بيستناش فتره طويله، وبالتالي نتائجه ما هيش مظبوطه. فاللي بيطلع دلوقتي مين؟ في كوبيبتين ده عباره عن سي تيرمينال بيبتايد اوف بروفازوبريسين، ده كو سيكريتد مع الارجينين فازوبريسين. الميزه اللي فيه ان هو على عكس الارجينين فازوبريسين العادي ان هو ريمين ستيبل فور دايز، وبالتالي بعد السامبلنج ممكن اعمل له احفظه واقيسه بعد كده بسهوله. الكوبيبتين السيم طبعا مش موجود على المستوى اللاب على شغل اللابس كتير، لكن وانس انه يبقى موجود هيحل مشكله كبيره في البوليوريا بوليديبسيا سيندرومز. البيز ده طبعا موجود في الادلتس، وغالبا لسه طبعا عشان ما استعملش كتير، فده ان شاء الله بعد كده في الاطفال ممكن احنا بيبقى الجايد بتاعنا الادلتس، وبعد كده بيحصل الاستاديز وتبقى قريبه او بتتغير بعد كده. لو احنا عملنا بيز لايل كوبيبتين، كوبيبتين ليفل ده لو لقيته الكات اوف بوينت اللي هي مور ذان 21.4 بيكمول بالليتر وزاوت برايل سيت ثيرستنج، لو العيان ده طلع الرقم ده يبقى ده نيفروجينيك دي اي. لو الكوبيبتين اقل من كده
بنعمل حاجه اسمها ستيموليتد كوبيبتين ليفل، وده في الادلت بندي الهايبرتونيك سلاين لغايه ان البلازما بتوصل 147 او 150، وبتشوف لو الاستيموليتد كوبيبتين اقل من 4.9 فاحنا كومبليت او بارشال سنترال دايبيتس انسيبيدس، لو اكتر من 4.9 فاحنا ماشيين مع السايكوجينيك او البرايمري بوليتيبسيا. طبعا واضح ده اللي احنا بنعمل فيه الفول اب. كنا زمان بنقيس بقى البلازما ارجين فازوبريسين اللي هو في الاخر ده البيزل، وبعد ما تدي البتاع وتشوف، فغالبا بقى الكوبيبتين هيلغي القصه دي ليتر اون ان شاء الله. طيب هاو تو مانج النيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس، ازاي نعالج النيفروجينيك دي اي؟ في حاجات سيمبل ممكن نعملها. يعني بالنسبه للدايت، اولا العيان ده لازم يكون عنده فري ووتر انتيك از نيسيسري. في امهات واحنا لسه عندنا حاله قريب تايهين فيها وعمالين شويه ندي سايزات شويه ما اعرفش ايه، لكن المهم جدا ان الميه تبقى متاحه بالنسبه للطفل ده على طول على اساس ما يحصلوش الديهيدريشن وممكن يدخل فيه هايبرناتريميا. بنحاول نعمل اللي هو السولت ريستريكشن عشان الاوزمولار دايوريسيز، وبرده لو بروتين دايت، بس اللو بروتين دايت هنا عليها ويتش مارك لان ده جروينج انفنت، ما ينفعش ان انا كل شويه اعمل بروتين ريستريكشن، ده هياثر على الجروس بتاعه. طبعا الدراجز المشهوره عندنا، احنا بنستعمل هيدروكلوروسايزايد في النيفروجينيك دي اي، وطبعا طبعا احنا بنتكلم مش نيفرولوجي بس، احنا بنتكلم على الجنرال بيدياتريشن دلوقتي. هي دايليما، هو ده المفروض ان ده عنده بوليوريا والمفروض ان هو ازاي هديله دايوريتيك، صح؟ هو الفكره كلها ان احنا الهيدروكلوروسايزايد ده بيعمل ايه؟ بيشتغل على الديستال نيفرون، يعني على الديستال كونفوليوتد تيبيولز، فبيعمل لوس للصوديوم. لما يعمل لوس للصوديوم بيقلل الاكسترا فاسكو الاكسترا سيلولار فوليوم، وبالتالي ده بيعمل ايه؟ بيخلي الصوديوم ريابزوربشن من البروكسيمال رينال تيبيولز يزيد، ولما يزيد يزيد مع مين؟ الووتر ريابزوربشن باسفلي، وبالتالي بيقلل مين اللي هو اليورين اوتبوت. طبعا المشكله طبعا ده ديزيز فور لايف، وبياخد السايزايد على طول، وبالتالي انتوا عارفين كلكم السايزايد بتعمل ديسليبيديميا على المدى الطويل. طبعا السنترال مش هنتكلم عليه، مش قصتنا دلوقتي. برضو النيفروجينيك دي اي احنا اللي موجود في السوق عندنا كلكم عارفين اللي هو اسمه موديوريتيك، ده موجود في السوق، والموديوريتيك ده كومبينيشن من الاميلورايد مع الهيدروكلوروسايزايد. الاميلورايد هنا يعني الكومبينيشن اوف تو ايجنت بيقللوا الريسك بتاع مين؟ الهايبوكاليميا الوارد حدوثها مع السايزايد. بالنسبه للاندوميسيسين، يعني اتس اوكي استعماله، لكن طبعا حتى احنا كان في محاضره امبارح عن يعني الحاجات في النيونيت والنيك والحاجات دي، والاندوميسيسين استعماله صعب. حتى احنا لما بنيجي على الاندوميسيسين بنستعمل مكانه مين؟ الايبوبروفين النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري الثانيه عشان السايد افكتس بتاعه الاندوميسيسين. الميكانيزم بتاعته مش واضحه، لكن بيقولوا انه ممكن يعمل، عشان هو بيعمل ريدكشن الجي اف ار فبيقلل اليورين فلتر ديستروزي بيزمنت ميمبرين، وممكن يعمل استيميليشن للبروكسيمال صوديوم ري ابزوربشن، لكن الكلام ده يعني مش كونفيرمد على مستوى كبير في الاستادز. طبعا لو احنا في اكوايرد كوزز بنحاول نعالجها سواء هايبركالسيميا او هايبوكاليميا اند سو اون. طبعا في حاجات دلوقتي جديده، احنا كنا قلنا ان من ضمن الاكوايرد كوزز او ايفن حتى في بعض الاحيان اللي هو النيفروجينيك نفسه اللي هو الجينيتيك يبقى في مشكله في الاكوا برين شانلز اللي موجوده انسايد زي سيل. وبالتالي الجديد دلوقتي ان انا بعمل ايه؟ الحاجات دي بتبقى ميس فولدد، يعني هي ليها شكل مميز بس بتبقى موجوده بشكل تاني وترابد في الريتيكولم الاندوبلازميك ريتيكولم، وبالتالي احنا ممكن بعض الدراجز اللي بتعمل تارجتنج ليها انها بدل ما هي موجوده بشكل غير مميز سواء الريسبتور اللي موجود جوه الخليه بتطلعه بره يتحرك على البيزولاترال ميمبرين، او بتحرك الووتر تشانلز في مكانها الطبيعي تاني ناحيه الابيكال ميمبرين، ودي المفروض ان هي ريسنت دراجز تارجتنج these two sites. And thank you. هل في اي اسئله ولا نخليها اخر السيشن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة قدوم الشهر الكريم. أحب أشكر أعضاء الجمعية فردا، مجموعة من القامات العلمية ومجموعة من الأطباء الأساتذة اللي بيتميزوا بالحرفية والمهنية والعلم العالي. لم أجد منهم إلا كل تعاون في خلال المؤتمرين اللي احنا عملناهم كونجوينت مع الجمعية. أما دكتور عبد الرحمن فده حاجة تانية، لأن أنا تعاملت معاها عن قرب وتعلمت منه كتير. He is a good leader, meticulous، كل حاجة عنده بمقدار وكل حاجة عنده بتتعمل في وقتها. ويمكن اتعلمت أكتر منه أنه التوكل على الله سبحانه وتعالى. كتير اتحطينا في مواقف وكان دايما يقول ما تشغلش بالك، فمن يتوكل على الله فهو حسبه. فأنا طبعا بشكر كل عضو في الجمعية وبشكر أخي وحبيبي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن المشد. إن شاء الله نتكلم على one of the irritating medical event، وهو النكتورنال انوريسيس. دكتور ما